نقعد ازيكم عاملين، رجعت لكم فيديو جديد. ياه والله علينا وحش. ازيكم عاملين، رجعت لكم فيديو جديد. ورمضان كريم، كل سنه طيبين يا رب، تستغلوا رمضان ده لاحسن دور. احب اقول السلام عليكم، اهلا ازيكم عاملين، رجعت لكم فيديو جديد. رمضان كريم، يا رب تستغلوا رمضان بقى احسن استغلال. يعني ده شهر لازم نصوم، يعني لازم نصوم في رمضان. يعني ايه، احب اقول له، احب اول حاجه اتاسف ان انا اتاخرت تقريبا 3 شهور من اخر فيديو. قلت ان انا اعمل سكتش وكده وما عملتش اي حاجه لان الكسل، وان انا اصلا تعرفين لازم يجي لي اشعار، لازم يجي لي اشعار، ده انا هطلع. السلام عليكم، ده ازيكم عاملين، رجعت لكم بايه. السلام عليكم، انا ازيكم عاملين ايه، رجعت لكم فيديو جديد. احب الفيديو ده، اول حاجه ان انا اتاسف ان انا اتاخرت تقريبا 3 شهور على ما انزل الفيديو، واللي انا قلت اصلا ان انا هعمل سكتش بس ما عملتش. كل ده اول حاجه بسبب ان انا ورايا امتحانات ولازم انا اذاكر، وانا امي الام الوحيده اللي عايزه مجموع في تانية ثانوي. معانا انا ما احطكمش في الموضوع ده، فاللي هو مثلا اول حلقات برنامج اللي انا منزلها، هتقولي منزلها فين؟ على الانستا. ما انت لو متابعني على الانستا كنت عارف. يلا خش على الانستا، هتلاقي هنا او هنا باين الاكونت بتاع الانستا، خش تابعوا. ربنا انا متفاعل هناك على الانستجرام، يعني يا ريت تتابعني على الانستجرام، عشان بقالي شهرين عايز اوصل لخمسة كيلو مش عارف. بس هو ده اللي انا كنت الفيديو طالع اقوله، اللي انا يعني ان شاء الله هنزل فيديو جديد تقريبا اخلص امتحانات يوم ثانية. واحدة اروح اجيب برشيف. ايه، انا ما عرفتش برضه، هو تقريبا يا يوم 14 يا 15 اكون مخلص الامتحانات، فعلى طول الحلقه بتاعته هتكون بعدها. هتقولي الحلقه بتتكلم عن ايه؟ هتكلم عن الترند. اي حد مش عاجبه الموضوع ده بقى انا هتكلم عن الترند. ليه بقى؟ لان الترند بيجيب فيوز، وانا عايز اجيب فيوز، فلازم انا اخش على الترند. بس هو ده كان الفيديو. بالنسبه ان انت تعمل سكتش كوميدي دي حاجه صعبه. ليه بقى؟ لان انت محتاج وقت وكده والتمثيل، ولازم اول حاجه تبقى فاهم ان انت بتعمله، مش اي حاجه تخش تنزلها على اليوتيوب. سكتش ده فن في التصوير، في كل حاجه تصور من كذا اتجاه، بيبقى فيه اخراج، بيبقى فيه سيناريو تمشي عليه كده، لازم عشان تطلع السكتش 100%. انما انت بتقول اي رزق، يعني ارتجالي، انت بترتجل من دلوقتي، مستحيل، فاهمني؟ فبس هنا يا جدعان نكون خلصنا الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعمل لايك شير سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل حاجه. كمان عبد الرحمن السخاوي، سلام عليكم.